هذا المساء مع رغدة إبراهيم تناقش الليلة في المحور الأول المرتزقة في ليبيا والأزمة المالية، وفي المحور الثاني ملتقى الحوار السياسي يشكل لجنة استشارية جديدة. بعدما أعلنت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز عن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار في تطور يكسر حالة الجمود في المسار السياسي، ثارت تساؤلات عدة بشأن تفاصيل الخطوة وطبيعة عمل اللجنة والتي تم توسيعها حسب البعثة لضمان تنوع جغرافي وسياسي واسع النطاق. أما في المسار العسكري، ووسط قلق محلي ودولي من اندلاع مواجهات قد تتسع رقعتها وتزداد ضراوتها، يبقى ملف التدخلات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا ملف عالق، وقرارات 5+5 التي نصت على إخراج المرتزقة من ليبيا يضرب بها عرض الحائط. مسارات تتحرك ببطء ومسارات متوقفة، فما هو مصير الأزمة الليبية وما هي فرص الاستقرار الليبي؟ أهلا بكم مشاهدينا في هذا المساء، نناقش معكم في اليوم في هذه الحلقة مشاهدينا المسارات المتعددة في ليبيا، المسار السياسي وتشكيل اللجنة الاستشارية من قبل المبعوثة الأممية من قبل ملتقى الحوار السياسي. هذه اللجنة التي تتكون من 18 عضو بعد أن تم توسيعها من 15 إلى 18 عضو، إلى أيضا المسار العسكري ومسألة إخراج المرتزقة من ليبيا، هذا الملف الذي لم يتحرك ولم يتقدم إلى حد هذه اللحظة، ويبدو أننا نقترب من 20 يوم تقريبا في مهلة 90 يوم لإخراج المرتزقة والقواعد الأجنبية من ليبيا، ولم يتحقق هذا الأمر، لم يتحقق أي تقدم في هذا الشيء. هنحكوا أكيد في هذا الموضوع مع ضيوفنا بعد شوي، وهنحكوا لكم إحنا أكثر كذلك عن مسألة المرتزقة في ليبيا، بس هنشوفوا هذا التقرير ونعود لنناقش هذه الموضوعات، خليكم معنا. خروج المرتزقة من ليبيا ليس بالأمر السهل، لا سيما أن آخر موعد للخروج من ليبيا تبقى عليه أقل من 20 يوما فقط. لكن في ظل تصريحات بعض المسؤولين الأتراك باستمرار بقاء قواتهم في ليبيا، وظهور أيضا مقطع فيديو يتظاهر فيه بعض الجنود الأتراك في أحد المعسكرات في ليبيا مطالبين بمرتباتهم المتأخرة ووصول شحنات السلاح من كل الأطراف، لا يثبت حسن نية عمل لجنة 5+5 والامتثال إلى قراراتها. فهل لازال الوقت مبكرا لخروج كل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية؟ خاصة أننا لم نسمع من أي جهة أو دولة أو مؤسسة اعتراضا على تلك التصريحات التي قد تتسبب في إخفاق أي اتفاق حول خروج كل المرتزقة من ليبيا في القريب العاجل. في الجانب الآخر، أعلنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز عن تشكيل لجنة استشارية انبسطت من لجنة الحوار باختيار 18 عضوا اعتمدت فيه الجانب الجغرافي والسياسي ومشاركة المرأة والشباب. أيضا من مهام هذه اللجنة تفكيك المشاكل المتعلقة باختيار السلطة التنفيذية ووضع التوصيات المطلوبة فيما يتعلق بجلسات الحوار. كيف يمكننا قراءة ما يحدث في أروقة السياسة وعلاقتها بلجنة 5+5 والتصريحات والمشاهد تثبت أن الحل السياسي لا يتوافق مع ما نراه من صورة أخرى في الجانب الميداني، بأن هناك حرب تلوح في الأفق رغم تأكيد البيان الذي أصدرته البعثة حول تأكيد موعد الانتخابات في ديسمبر القادم؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا. مشاهدينا، طبعا من يومين تقريبا خرج فيديو على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الفيديو الذي تم تداوله، وما يقال أنه في هذا الفيديو هناك مرتزقة أتراك، مرتزقة سوريين تحديدا، يطالبون حكومة الوفاق والأتراك بدفع مستحقاتهم في 5 أشهر تحديدا. تمرد كبير حصل في معسكر الكلية العسكرية في طرابلس، هذا ما يقال عن هذا الفيديو. خلينا نشوفوا هذا الفيديو ونرجع نحكوا في هذا الموضوع مشاهدينا.
زي ما شفتم مشاهدينا، هذه المظاهر من الكلية العسكرية في طرابلس حسب ما سرب في هذا الفيديو، ورأينا قبله حتى فيديوهات أخرى انتشرت لمرتزقة أتراك سوريين أو حتى روس وأوكران موجودين في ليبيا. هذا الفيديو الآن يقال أنه متأخر عليهم 10,000 دولار أمريكي، حسب ما يقال كذلك بأن يدفع للمرتزق الواحد مبلغ 2000 دولار، وأنهم قرروا دفع 400 دولار فقط لهذا هذه المظاهرات، تمت المطالبة بباقي المبلغ. عموما للأسف كذلك ما حدث في مدينة هون وهو لي 3 أيام، واليوم مدينة هون كذلك داخلة في العصيان المدني لها لليوم الثالث على التوالي. المدينة كلها مقفلة، المحلات مقفلة، وهذا بسبب قتل أحد مواطني المدينة من قبل مرتزق موجود هناك. أيضا الفكرة هنا بأن المرتزقة الأتراك أو السوريين الموجودين في طرابلس هم يتبعون قوات الوفاق، والأمر هو علني. المرتزقة أيضا الموجودين في هون يتبعون الجيش الليبي من جهة أخرى حسب ما يقول الأهالي هناك، حسب ما يقولوا كذلك بأن آمر المنطقة العسكرية هناك هو مرتزق يعمل مع القيادة العامة، يعمل مع الجيش الليبي هناك، وقد قام بقتل أحد الليبيين هناك. يعني مرتزقة يقتلون الليبيين. هنشوف هذا الفيديو للعصيان وما يقوله أحد أهالي المدينة، خليكم معنا. بناء على محضر الاجتماع السابق لمجلس حكماء مدينة هون المنعقد يوم الجمعة الفائتة، اتفقنا بناء على الجريمة اللي وقعت في قتل الأخ أيمن عبد الله بوكسيصة والجرائم التي سبقتها، اتفقنا على أن نترك مساحة للحلول السلمية ولأن القانون يأخذ مجراه، ولكن بعد مرور 7 أيام لم يستمع إلينا أحد ولم نتحصل على مطالبنا. ومطالبنا اللي هي كالتالي: اولا القصاص من القتلة في ايمن وفي اللي غير اللي فاته، والمطلب الثاني اخراج القوات المسانده من مدينه من وسط المدينه هون ومن منطقه الجفره بصفه عامه. وهذه المطالب الى هذه اللحظه لم تنفذ. عليه نعلن نحن مجلس حكماء مدينه هون في الدخول في عصيان مدني شامل لإقفال المحلات وجميع الطرق والمؤسسات المجتمع المدني بالإقفال التام إلى حين تحقق مطالبنا المشروعة التي هي من حقنا، ونحن نريد الجيش ونريد الشرطة، ولكن ليست بالطريقة هذه. إذلالنا وكرامتنا أعلى من أي شيء. والسلام عليكم ورحمة الله. والدخول في العصيان من بعد صلاة الظهر، من اليوم من بعد صلاة الظهر، والوطني يقف معنا. مسألة المرتزقة في ليبيا هي مسألة خطيرة جدا، وهي تهدد الأمن القومي للبلاد. هذا الأمر ينبئ بكارثة في ليبيا، الاستعانة بمرتزقة من الجهتين، وإحنا حكينا حتى في هذا المساء عن هذا الموضوع ممكن في الأسبوع السابق أو اللي قبله ربما. بالنسبة لهون على المنطقة الشرقية في كتيبة 128 اللي تم الحديث عنها هي تحوي مرتزقة كذلك في المدينة. بالنسبة لطرابلس أيضا نتحدث هنا عن كتيبة أو معسكر حمزة الذي يحوي مرتزقة سوريين. كذلك الأخبار تداولت عن أنه تم ترحيل الكثير من هذه المرتزقة اليوم، هنتناقش في هذا الموضوع أكثر. بس خرحبوا بضيفنا سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك سيد رامي في هذا المساء. سيد رامي خنبدأ معك بتقريبا كم عدد المرتزقة السوريين الموجودين في طرابلس، وكذلك وين يتوزعوا، في أي معسكرات يتوزعون في طرابلس؟ طبعا مساء الخير. عدد المرتزقة من حملة الجنسية السورية المواليين للحكومة التركية الذين تبقوا حتى اللحظة في ليبيا في منطقة غرب ليبيا وتحديدا المناطق الخاضعة لحكومة الوفاق نحو 7,000 مرتزق بعد أن توقفت عودة هؤلاء في منتصف شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام الفائت. كان هناك 18,000 مرتزق أو ما يزيد قليلا، عاد منهم نحو 10,750، قتل منهم نحو 500، لكن المتبقين في ليبيا من حملة الجنسية السورية نحو 7,000. أين يتوزعوا في ليبيا؟ نحن لا نعلم يعني أين هي توزع مناطقهم. نعلم أنهم منتشرين
في مناطق سيطرة قوة الوفاق. ولكن دعيني أقول وأعلق على الفيديو، الفيديو لا نستطيع أن نؤكد أو ننفي إذا ما كان هذا الشريط المصور هو شريط جديد أم أنه شريط قديم أم أنه لتخريج دورة. لأن هناك يعني الشريط أنا يعني رأيته قبل هذه يعني قبل أن يعرض في هذه الفترة وكنت رأيت هذا ذات الشريط، ولكن يعني لم أعد أذكر متى رأيت هذا الشريط. ولكن هل هذا الشريط هو تمرد أم تخريج دورة في هذا المعسكر في الأراضي الليبية؟ بغض النظر عن الشريط صحيح أم غير صحيح، المؤكد بأن هناك استياء من قبل المرتزقة من حملة الجنسية السورية على مقلب حكومة الوفاق نتيجة عدم تسليم رواتبهم أو نتيجة اقتطاع أجزاء من رواتبهم من قبل قادة هؤلاء المرتزقة المتواجدين إما داخل الأراضي الليبية أم داخل الأراضي السورية، الذين من المفترض أن يسلموا هذه المرتبات إلى ذوي هؤلاء المقاتلين. لذلك هذا التمرد يأتي من هذا الباب، ليس من باب أنهم يرجون العودة إلى سوريا أو أنهم فائموا من الوجود في الأراضي الليبية. يعني هي مسألة أموال، مسألة أنهم لم يتقاضوا مرتباتهم التي موعودين هم بها. نعم، هم يعني هم لا نستطيع القول بأنهم لم يتقاضوا المرتبات عن 5 أشهر أو 6 أشهر، هم تقاضوا، بعضهم تقاضى بعض مرتباته، ولكن جرى قصد مبلغ $300 على كل شهر من قبل قادة هؤلاء المرتزقة، وجرى تأخير بعض هذه المرتبات والعمل بهذه يعني الأموال بسوق مضاربة العملة في الأراضي السورية في مناطق سيطرة القوات التركية وقوات الاحتلال التركي، سواء في عفرين، سواء في حلب الغربي، أو سواء في مناطق درع الفرات. نعم سيد رامي، البعض كذلك أفاد بأنه هناك طائرة تحركت من مطار معتيقة ذاهبة ممتجهة إلى تركيا تحمل هؤلاء المرتزقة الذين كانوا غاضبين على مسألة المحتجين على المرتبات لهم. هل هناك معلومات تفيد بفعلا ذهاب أو خروج هؤلاء المرتزقة إلى الأراضي التركية بعد هذا التمرد؟ آخر مرة وثقنا عودة مرتزقة كان في قبل نحو يعني شهرين الآن، أو أقل من شهرين، في منتصف شهر تشرين الثاني نوفمبر. بعد ذلك توقفت عملية عودة المرتزقة. كانت هناك وعود إعادة بعضهم نهاية العام الفائت، بداية يعني خلال الأسبوع الأول من العام الجاري. حتى اللحظة لم يعد أي أحد منهم. ننتظر في حال جرى عودة أي أحد منهم سوف نقوم بنشر هذه الأخبار عن عودتهم. إلى الآن لم يعد أي من المرتزقة بعد توقف عملية عودتهم هذا على المقلب التركي. لكن أيضا المرتزقة الآخرين الذين هم في مناطق شرق ليبيا لا يزال هناك نحو 2000 منهم في الأراضي الليبية، والذين ذهبوا عبر شركة فاغنر الروسية التي جندتهم لحماية المنشآت النفطية أو حماية مقرات في شرق ليبيا. نعم طيب، ماذا عن الآن وجود المرتزقة في ليبيا بالنسبة للفئات العمرية كذلك؟ الكثير تحدث عن وجود أطفال حتى بينهم. نعم، نحو 350 طفل دون 18 جرى تجنيدهم من قبل الفصائل الموارنة التركية وبعلم الحكومة التركية، لأنهم ذهبوا بطائرات إما يعني طائرات تركية أو طائرات تابعة لبعض الخطوط الليبية في منطقة غرب ليبيا. يعني أعتقد أن الضابط التركي رأى أن هؤلاء أطفال ويعلم أن هؤلاء أطفال. نحن تحدثنا منذ يعني نتحدث عن قضية المرتزقة من حملة الجنسية السورية منذ أكثر من عام منذ بدء هذا التسجيل، لكن هل تحركت الحكومة التركية لإيقاف تسجيل الأطفال؟ لم تتحرك. لكن دعنا نقول بأننا نأمل بأن يعود كافة هؤلاء المرتزقة إلى الأراضي السورية وأن ترفع هذه السمة التي لصقت بهم بأن هناك مرتزقة من حملة الجنسية السورية. طيب، هل رصدتم يعني من رصدتموهم كذلك في المرصد؟ يعملون فقط مع حكومة الوفاق أو يعملون مع جهات أخرى؟ لأنه الآن في ليبيا المرتزقة هي منتشرة على كل أو على جميع الأطراف. لا، أنا قلت لك بأن هناك عبر شركة فاغنر الروسية جرى تسديد مرتزقة من مناطق سيطرة النظام السوري. عاد بعضهم للأراضي السورية، تبقى منهم نحو 2000 مرتزقة. رواتبهم هي نصف رواتب الذين هم في مناطق حكومة الوفاق. مهمتهم كانت حماية آبار النفطية وحماية المنشآت النفطية، وليس الاشتراك بالقتال إلى جانب الجيش الوطني الليبي. بعكس المرتزقة الذين أخذتهم تركيا كانوا رأس الحربة في القتال بمعارك ليبيا.
نعم، كان هناك كذلك رصد لرحلة على أجنحة الشام تقريبا، هذه الخطوط السورية من المنطقة الشرقية إلى سوريا أو العكس، وكانت تحمل مرتزقة سوريين على متنها. ما مدى حقيقة أو صحة هذه الأخبار؟ يعني حسب المعلومات التي عندك طبعا. يعني لا، بالنسبة لأجنحة الشام وشركة أجنحة الشام لم نصد أن هناك طائرة، ولكن كانوا يخرجون من قاعدة الحميدين الروسية باتجاه ريجا، لم يخرجوا من مطارات نظامية مثل ما كان عليه الحال المتفقة على المقلب التركي، الذين لم يخرجوا بشكل نظامي من المطارات التركية. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. طبعا يعني ما يبدو أنها أزمة مالية تحيط بالمرتزقة الموجودين في طرابلس تحديدا، حسب الأنباء التي تتحدث عن خروج هذه المرتزقة من مطار عتيقة الآن وذهابهم إلى أو انتقالهم إلى تركيا. كذلك مثل ما أشرنا العصيان المدني التي تشهده مدينة هون بسبب قتل أحد المرتزقة لأحد الليبيين. مشاهدينا هنطلع فاصل، مازلنا هنكمل معكم موضوع المرتزقة في ليبيا وهذه القرارات ل5+5 واللي مازال عليها وتبقى لها فقط 20 يوم إلى الآن لم ينفذ منها شيء فيما يخص طبعا القواعد الأجنبية والتدخلات الأجنبية في ليبيا وخروج المرتزقة كذلك من ليبيا. أيضا سنناقش معكم بعد الفاصل اللجنة الاستشارية التي كونتها ستيفاني ويليامز وملتقى الحوار السياسي، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نذهب ونرحب بالسيد محمد شوبار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية. أهلا بك سيد محمد في هذا المساء. خنبدأ معك من قبل موضوع اللجنة الاستشارية اليوم التابعة للحوار السياسي، نبدأ معك من مسألة المرتزقة في ليبيا. الآن كيف تقرأ هذا الوجود، وهل هناك إمكانية فعلا لإخراجهم في 20 يوم المتبقية من مهلة 5+5؟ بداية تحية طيبة ليك ولكل السادة. طبعا يعني بعثت الأمم المتحدة منذ بداية كل المسارات، سواء كانت هذه المسارات عسكرية أو سواء كان مسار توحيد المؤسسات الدولة أو إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، كل هذه المسارات هي مسارات تكمل بعضها البعض، حتى المسار الاقتصادي هو أيضا من المسارات المهمة التي عملت عليها بعثة الأمم المتحدة منذ بداية طبعا المسار التفاوضي أو المسار التفاوض حول حل الأزمة السياسية في ليبيا. كل هذه المسارات هي تمثل الهدف منها الأساسي هو تهيئة أو تهيئة بيئة جيدة من أجل انطلاق حكومة الوحدة الوطنية. سيد محمد، الأيام القليلة القادمة في مشكلة فقط. نعم. فقط في الاستماع لحضرتك. نعم أستمع لك بشكل جيد. أنا مشكلة بس في الإنترنت مع حضرتك. ممكن على مسألة وجود المرتزقة، أنا فعلا ما كانش واضح بالنسبة لي الصوت معك. الاتحاد الأوروبي صرح اليوم عن مسألة لا نقبل أو يعني ليس لديهم قبول بوجود المرتزقة في ليبيا. كذلك مجلس الأمن رحب بقرارات 5+5 وبقرارات كذلك الأمم المتحدة أو البعثة الأممية في ليبيا بخصوص المرتزقة والقواعد الأجنبية، لكن لم نرى تنفيذ لهذا على أرض الواقع. اليوم هل برأيك من المفترض أن يكون هناك قرار من مجلس الأمن حتى تتحقق هذه أو هذا القرار؟ طبعا مسألة خروج الأجانب من على الأراضي الليبية من كل المدن الليبية يعني تم اتخاذ قرار، سواء كان قرار 25/10 وهو قرار صادر من مجلس الأمن، هذا جانب، والجانب الآخر مؤتمر برلين 1 ومؤتمر برلين 2 عليه دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وكذلك أيضا في الشأن الداخلي في ليبيا التي قدرها خبراء الأمم المتحدة ب 13 دولة. أن كل هذه الأجنبية وأيضا المرتزقة الموجودين اليوم على الأرض الليبية حقيقة
في الانسحابات منذ حوالي أكثر من شهرين، هذا أصبح تفكيك المعدات خصوصا المعدات الثقيلة، وصلت إلى اسطنبول ووصلت إلى موسكو. طيب إلى حين نعم كل الدول. طيب إلى عند بس يكون في تغطية كويسة وإنترنت جيد مع حضرتك محمد، سأخذ معنا سيد أحمد شركسي كذلك الناشط السياسي وأيضا عضو ملتقى الحوار السياسي معنا من بنغازي. سيد أحمد أهلا بك في هذا المساء. سيد أحمد، قبل ما نبدأ معك في مسألة اللجنة الاستشارية في التابعة للحوار السياسي، خلينا نبدأ معك من مسألة المرتزقة كذلك في ليبيا اليوم، والذي يصبح خروجهم أصعب وأصعب يوم بعد الآخر. المهلة يتبقى عليها 20 يوم الآن، باعتقادك هل الخروج يصبح أصعب فعلا أو يصبح مستحيلا حتى؟ شكرا للاستضافة أستاذة رغدة. أهلا وسهلا. أنا في اعتقادي أن كل ما طالت المدة الزمنية في إنجاز حل سياسي كل ما كانت هناك صعوبات حقيقية في خروج المرتزقة، والدول التي يعني تمثلهم المرتزقة على الأرض هم يعملون جاهدا على تعطيل وعلى تعطيل مخرجات الحوار السياسي، او على الاقل يحاولون تعطيل الحوار السياسي. انا اظن ان كل المسارات الاخرى مرتبطه بما سيخرج عن المسار السياسي. اذا فشل، ونتمنى ان لا يحصل ذلك وهذا لم يحصل في السابق، اذا فشل الحوار السياسي سنرى فشلا في المسار العسكري وكذلك المسار الاقتصادي. ولذلك لابد من أن ندفع جميعا جاهدين إلى إنجاز حل فيما يتعلق بالحوار السياسي وخروج سلطة جديدة وخروج، ويكون لدينا رئيس مجلس رئاسي جديد يطالب مجلس الأمن بخروج كافة المرتزقة. هذا ما سيتوج عمل اللجان العسكرية وسيضع الشروط أو مخرجات اتفاق اللجان العسكرية وكذلك حتى اللجان الاقتصادية سيضعها على السكة وسيتوج عمل هذه اللجان. نعم. طيب إلى مسألة كذلك اللجنة الاستشارية التي تم تشكيلها وأيضا التي تم اجتماعها حتى اليوم، ما هي فرص نجاح هذه اللجنة خاصة في مسألة اختيار الآليات والتصويت وكل ما تعثر القيام به من قبل ملتقى الحوار السياسي سابقا؟ طبعا أنا عضو هذه اللجنة، عضو اللجنة الاستشارية، واليوم كان لدينا اجتماع رائع جدا وممتاز، ووضعت هذه اللجنة ومثل فيها كل الأطراف، يعني كانت توازنات جيدة، توازنات فيما يتعلق بأطراف الصراع، توازنات فيما يتعلق يعني بالفئة، بالتكوين، بالتركيب، بالأقاليم. فأعتقد أن حتى التشكيلة كانت تشكيلة جيدة إلى حد ما. كان الاجتماع اليوم اجتماع جيد، نعتقد أن ماضين قدما في سبر الآراء وكذلك في صهر الجليد. نعم. وسنعالج صلب المشكل، يعني نحن عازمون على معالجة المشكلة الحقيقية التي سببت الانسداد داخل ملتقى الحوار السياسي. طيب. لدينا اجتماعات بعمر هذه اللجنة أسبوعين، لدينا اجتماعات مكثفة، لدينا اجتماع آخر بعد غد إن شاء الله، وسيكون في اعتقادي لدينا اجتماعات مباشرة، لم تحدد الدولة إلى الآن، ولكن يعني الجو السائد اليوم أو المزاج العام اليوم داخل الاجتماع كان مزاج جيد، وأعتقد أننا سنصل إلى ما نريد. نعم. دعني أذهب لسيد محمد شبار من جديد، انضمنا الآن عبر الهاتف. سيد محمد، بالنسبة إلى التمثيل في هذه اللجنة، ذكروا بأن التمثيل هو حقيقي وأكثر من قبل، هناك تنوع جغرافي، تنوع المكونات كذلك الموجودة داخل هذه اللجنة، هل باعتقادك أن التمثيل حقيقي اليوم في هذه اللجنة المكونة من 18 عضو أو لا؟ طبعا يعني هذه اللجنة هي لجنة استشارية، وهذا ما يعني أفصحت عنه السيدة ستيفاني ويليامز وبعثة الأمم المتحدة، التي نتوجه إليها بالشكر على كل هذه الجهود المضنية التي حققتها طيلة انطلاق أو منذ انطلاق مسارات الحوار السياسي. وأعتقد أن هذه اللجنة مهامها استشارية، وهي تعبر بالفعل عن كافة التوجهات وكافة الأطياف، وأيضا حتى التمثيل الجغرافي كان موجود وواضح بشكل كبير جدا. اللجنة الاستشارية ومن خلال طبعا اجتماعها الأول الذي صاحب اجتماع آخر وهو الثالث من نوعه للجنة القانونية، هذه اللجنة تسعى إلى
تقديم مقترحات، وهذه المقترحات سيتم مناقشتها طبعا يوم الأربعاء، يعني بعد الغد سيتم مناقشة كافة المقترحات التي تتعلق بآلية الترشح وآلية الاختيار للسلطة التنفيذية القادمة. ولا أظن أن حتى الاجتماع المباشر سيكون، أعتقد أنه في الأيام القليلة القادمة بعد وجود هذا الإجماع الدولي حول مسألة سرعة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهذا وفق سواء كان المجموعة الأوروبية أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال طبعا البيان الأخير الذي صدر يوم الأربعاء الماضي. وذكرت هذا الحقيقة السيدة ستيفاني ويليامز، وأن هناك فرصة حقيقية لمسألة استعادة السيادة في ليبيا من خلال اقتناص هذه الفرصة المهيئة التي الآن وصلت إليها المجموعة الدولية وعلى رأسها طبعا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. هناك إجماع بالفعل لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. تحدثت يعني في بداية هذه الحلقة، وربما يعني ذكرت أستاذة رغدة بأن الصوت كان هناك تقطع، أريد فقط أن يعني أن نتحدث قليلا عن كل المسارات التي حققتها بعثة الأمم المتحدة ومدى ترابطها ببعضها البعض، خصوصا المسار العسكري والأمني، وأيضا المسار الاقتصادي الذي عملت عليه الأمم المتحدة. وكل هذه المسارات الهدف منها الرئيسي هو يعني تهيئة بيئة جيدة يمكن من خلالها أن تنطلق حكومة الوحدة الوطنية، سواء كان في تحقيق الاستقرار أو تحسين الوضع المعيشي، خصوصا اليوم نتحدث عن انقطاع يعني يدوم حوالي أكثر من 6 أو 7 ساعات للكهرباء، وأيضا انقطاع للمياه خصوصا في العاصمة طرابلس. ما نتمناه الحقيقة من حكومة الوفاق الوطني هو على الأقل أن تعمل ربما موقف وطني، خصوصا أنها يعني أن هذه الحكومة اليوم في أيامها الأخيرة قبل استلام حكومة الوحدة الوطنية. هذا الموقف الحقيقة الهدف منه الرئيسي هو أن يعيش أو أن يشعر المواطن الليبي على الأقل في استقرار، باستقرار وعودة الحياة الطبيعية، خصوصا فيما يتعلق بتحسين يعني ساعات أو على الأقل توفير الكهرباء وتوفير المياه. الجانب الآخر وهو غاية في الأهمية هو مسألة يعني الخطوات العملية التي عملت عليها اللجنة العسكرية المشتركة، خصوصا فيما يتعلق بفتح الطرق وأيضا تبادل الأسرى ما بين كل الأطراف المتنازعة في السابق. وبالتالي أعتقد أن كل هذه المسارات شكلت الحقيقة وكونت بيئة جيدة لانطلاق حكومة الوحدة الوطنية. ويعني نعلم جيدا مدى الشغف الذي يعيشه الليبيين اليوم حول مسألة انتظار الإعلان على حكومة وحدة وطنية، والإعلان على أيضا الحل الدائم والشامل الذي ستنطلق من خلاله حكومة الوحدة الوطنية في مرحلة تمهيدية نصل بها بإذن الله تعالى إلى العودة إلى المسار الانتخابي والمسار الدستوري، للوصول إلى طبعا الانتخابات المزمع طبعا يعني انطلاقها في 24 من ديسمبر السنة هذه السنة. إذن كل هذه الظروف أعتقد أنها ظروف مهيئة بشكل كبير، وأعتقد أنها دفعة للجنة 75 وأيضا للجنة الاستشارية واللجنة القانونية للإيفاء على الأقل بكل يعني المطالب التي يطالب بها الحراك الشعبي اليوم، سواء كان في بنغازي أو في طرابلس أو في سبها. طيب دعني أذهب للسيد الشركسي كذلك. سيد أحمد، بالنظر للأسماء المطروحة الآن والتي تم ترشيحها وتسكيتها، 18 شخص تقريبا تم توسيعها بعد أن كان الرقم 15، قالوا أنه ليكون هناك تمثيل حقيقي فعلا لكل المكونات اليوم، هل هناك تمثيل حقيقي باعتقادك في هذه اللجنة أم هناك جنوح لرأي معين ربما؟ وكذلك بالنسبة لدور اللجنة، سيكون استشاري بحث أو سيكون أكبر من ذلك؟ بالنسبة لدور اللجنة هناك مقترحات، سأبتدي بالسؤال الأخير يعني. بالنسبة لدور اللجنة سيكون هناك مقترحات لآلية عمل اللجنة والصلاحيات التي ستكون
يعني وصلاحيات هذه اللجنة، مقترحات من الأعضاء، ستمرر هذه المقترحات في الجلسة القادمة. فيما يتعلق بهل هي يعني لجنة ذات تمثيل جيد أو لا، المكونات موجودة، الموضوع الفئوي فيما يتعلق بالشباب والنساء موجود، فيما يتعلق بأطراف النزاع كل أطراف النزاع موجودين. فأعتقد أن اللجنة اختيرت بطريقة جيدة. وعلى فكرة اللجنة هي تم اختيارها على مرحلتين. المرحلة الأولى كانت من تزكيات قام بها أعضاء ملتقى الحوار السياسي لأعضاء اللجنة، ثم تم الاختيار من البعثة لتقليص العدد يعني. فهذا فيما يتعلق بالأسئلة التي ذكرتها أستاذ رد. نعم. طيب بالنسبة للتمثيل الحقيقي لكل المكونات، كيف ضمن تحقيق ذلك؟ الطوارئ موجودين، الأمازيغ موجودين، وكذلك التبو موجودين. فيما يتعلق بالمرأة والشباب موجودين داخل هذه اللجنة. فيما يتعلق بأطراف النزاع يعني كل ممثل لطرف موجود داخل هذه اللجنة. طيب شركة مسألة الأغلبية ومسألة التصويت كذلك، هل ستطرح من جديد الآن أو أنه الأمور واضحة أصبحت؟ البعض يقول أن المشاكل كذلك سترحل من ملتقى الحوار السياسي والأمور التي لم يتفق عليها الملتقى إلى اللجنة الاستشارية. سيد أحمد، طيب فقدنا الاتصال مع سيد أحمد، أعود من جديد لسيد محمد شوبار. سيد محمد مرة ثانية أهلا بك، بس خلاص لك نفس هذه التساؤلات اللي عند الناس الآن، مسألة طريقة عمل هذه اللجنة كيف ستكون. الكثير يقول أنها لجنة استشارية فقط، ولكن البعض يقول أنه من الممكن أن ترحل لها الأمور التي لم يتم حسمها في ملتقى الحوار السياسي، يكون دور اللجنة البث فيها. طبعا ما يعني ذكرته السيدة ستيفاني واللي فقط قبل ربما أنا نصف ساعة فيما يتعلق بمسألة الاختصاصات اللجنة الاستشارية، يعني تحدثت عن أن هذه اللجنة هو اختصاصها استشاري فقط من أجل تقديم المقترحات وتذليل الصعاب فيما يتعلق بآلية الترشح وآلية اختيار السلطة التنفيذية. إذن إلى حد هذه اللحظة هذه اللجنة هي عبارة عن لجنة استشارية، مهمتها الأساسية هو تقديم المقترحات التي سيتم مناقشتها يوم الأربعاء القادم. من الممكن كما ذكر يعني السيد أحمد قبل قليل أن تقدم مقترحات، وهذا أعتقد أنه عودتنا عليها السيدة ستيفاني ويليامز طيلة فترة المسارات الماضية، وخير دليل على ذلك هو أن تم تقديم أكثر من 12 مقترح يتعلق بالخيارات أو آليات اختيار اللجنة أو السلطة التنفيذية، وهذا أعتقد أنه خيار اختارته السيدة ستيفاني ويليامز منذ انطلاق هذه المسارات، وهذا يعني له دلالات كثيرة. هو مسألة أن يكون هناك بالفعل حل توافقي تسعى إليه أو تسعى إليه البعثة الأمم المتحدة أن تشرف على كل هذه المقترحات التي تم تقديمها من أعضاء اللجنة 75. ولكن أعتقد أن الوقت أصبح وقت ضيق، خصوصا بعد كل هذه هذا الإجماع الذي شهدته المجموعة الدولية، ورأينا يعني حتى مسألة التأييد الذي أطلقته كثير من البلدان بما فيها الدول التي تدخلت في الشأن الداخلي في ليبيا طيلة فترة 9 سنوات الماضية. الوقت أعتقد أنه أصبح ضيق بشكل كبير. الآن الهدف الرئيسي هو التوافق على آلية الترشح وآلية اختيار السلطة التنفيذية من أجل المرور سريعا إلى اللجنة أو إلى الاجتماع الذي سيضم لجنة 75 بالفعل إلى من أجل الإعلان على السلطة التنفيذية القادمة، وهذا كما ذكرت هو ما ينتظره الليبيين وتنتظره أيضا المجموعة الدولية من أجل إحلال الاستقرار وإحلال السلام في ليبيا. نعم، أعود للسيد أحمد، عاد معنا مرة أخرى. سيد أحمد، سألت قبل ما يعني ينتهي الاتصال معك عن مسألة الأغلبية والتصويت والمسائل التي وقف عندها ملتقى الحوار السياسي، هل سترحل إلى اللجنة الاستشارية؟ يعني الانسداد الذي حصل داخل ملتقى الحوار السياسي معروف، يعني كان هناك انسداد فيما يتعلق بموضوع الخيارات، انسداد فيما يتعلق بموضوع تخفيض النسبة. هذه الأمور
يعني تحال إلى اللجنة الاستشارية، وأنا أعتقد أن اللجنة الاستشارية هي لجنة تسويات إذا كان صح التسمية. يعني نحن نعلم جيدا لماذا حصل هذا الانسداد، نحن كأعضاء نعلم جيدا لماذا حصل هذا الانسداد، سنعالج هذه المخاوف، نحاول أن نطرح هذه الإشكاليات بكل وضوح وشفافية على الطاولة ونجد مخرج. ما الذي توصلتم إليه؟ لماذا حصل هذا الانسداد فعلا؟ هناك يعني كل خيار، يعني الاصطفاف حصل عندما استقرأ بعض الأشخاص أن كل خيار قد يأتي بأسماء معينة، وهذا غير صحيح. يعني في بعض الناس يعتقدون أن الخيار الثالث يأتي لهم بفلان أو فلان، وآخرين يعتقدون أن الخيار الثاني يأتي بأشخاص آخرين. أوكي، هذه القراءة الخاطئة هي ما جعلت هذا الاصطفاف سيء وحصل منه هذا الانسداد. نحن نريد أن نعالج هذه التخوفات عبر اللجنة الاستشارية. يعني نريد أن نطرح تسوية حقيقية تعالج الانسداد داخل هذه اللجنة الاستشارية، وأعتقد أننا قادرون للمضي قدما، خصوصا أن عمر هذه اللجنة لا يتجاوز الأسبوعين ولدينا عمل مكثف. أعتقد أن قبل حتى هذين الأسبوعين سنخرج بحل، يعني سنخرج بحل يفضي بسلطة جديدة. حددت مدة زمنية يعني لهذه الحلول؟ عمر اللجنة لا يتجاوز أسبوعين. عمر اللجنة كما ذكرت السيدة ستيفاني أن عمر اللجنة الاستشارية هو أسبوعين فقط. يعني أن المفترض أن نخرج بحلول للمساء العالقة أكيد قبل الأسبوعين. بإذن الله، وهذا طيب. ما سيحصل يعني. طيب نتمنى النقاش في اليوم. نتمنى ذلك أكيد، وهنتابع هذا الموضوع. خليك معنا سيد أحمد، هنطلع بس فاصل قصير ونعود لكم من جديد مشاهدينا، خليكم معنا. أهلا بكم من جديد، نرحب معنا أيضا بينضمنا الآن سيد فيصل براهق المحلل السياسي. سيد فيصل أهلا بك في هذا المساء. سيد فيصل، ما هي الفرص اليوم أمام اللجنة الاستشارية في النجاح فيما ربما لم ينجح فيه ملتقى الحوار السياسي وأعضائه والتي انبثقت منهم اللجنة من الأساس؟ سيد فيصل، أنا في الاستماع الآن أستاذ رغد. أنا استمعت السؤال؟ لا، من تعودي. أعيد لك من جديد، ما هي الفرص الآن حسب قراءتك طبعا أمام اللجنة الاستشارية في النجاح، في نجاحهم في ما لم ينجح فيه ملتقى الحوار السياسي، خاصة وأنها منبثقة عنه من البداية؟ نعم، مساء الخير أستاذ رغدة، أشكرك وأشكر كذلك الضيوف وأيضا المتابعين. هناك جهد دولي مبذول، هناك واضح من عمل البحث على رأس السيدة ستيفاني ويليامز وكذلك الطاقم المصاحب لها من خلال التواصلات التي حصلت الأسبوع الماضي، من خلال إيجاد تسوية وإنتاج جسم تنفيذي جديد. هذا الأمر واضح من خلال حتى بيانات الدول الداعمة التي صدرت الأسبوع الماضي، أيضا بيانات حتى وزارة الخارجية الأمريكية التي تصرح بها السيد بومبيو، أيضا بيانات حتى الاتحاد الأوروبي. إذا موضوع التسوية هو أمر مهم في دعم هذا المسار. لاحظنا حتى استقالة المندوب الذي تم تعيينه الفترة الأخيرة، والذي يشي بأن هناك رغبة حقيقية بأن يكون اللمسة الأخيرة من السيدة ستيفاني ابنة الولايات المتحدة الأمريكية. هذه العوامل المهمة الأخيرة يتمخر عنها، وهو بيان اليوم أو ما حصل اليوم في اللجنة الاستشارية، والذي كان من خلال المعلومات الأولية كان عمل مشجع ويشي بأن سوف ينجز ما التعثر الذي حصل بعد 8 نوفمبر 8/11 في الدولة التونسية، وبأن أمر التسوية هو بإذن الله في مسار الحقيقي. أيضا هناك جهد مبذول، ولا أخفيك سرا أستاذ رغدة، ما حصل أيضا في اللجنة القانونية الدستورية وهو المتعلقة بإنتاج ورقة دستورية وأيضا لقوانين الانتخابات، حقيقة فيها جهد مبذول وجهد ضخم وكبير جدا ما حصل من خلال النقاش من خلال الزوم. أيضا وجود وجهد السيد عماد السايح رئيس المفوضية، أيضا وجود أيضا خبير دولي من البوسنة خبير في الانتخابات،
لمحاولة مساعدة الليبيين في إنتاج قانون للانتخابات سواء كان برلمانية أو الرئاسية نعم. أيضا هذا الجهد يتزامن ويتضاعف حتى مع الجهد الاقتصادي من خلال المسار الاقتصادي والذي يتعلق بأهم شيء في الاقتصاد الليبي واقتصاد الريع وهو فيما يخص توحيد سعر الصرف، جملة من المسارات ولكن يتم تتويجها بالمسار التنفيذي، هو الذي سوف يطلب من مجلس الأمن خروج كافة القوى الأجنبية الموجودة على الأرض الليبية. وهذا ما ننتظره يعني حتى في بداية الحلقة سيد فيصل كنا نحكي عن جانب المرتزقة الآن في ليبيا، هذا الجانب أو الملف العالق والذي لم يحل إلى حد هذه اللحظة. بس خليني نسألك في ملف السلطة التنفيذية الآن والذي لم نصل إلى حل فيه من قبل من قبل ملتقى الحوار السياسي الآن، هل هذه اللجنة الاستشارية في مدة أسبوعين ستدفع تجاه اختيار أو حل ملف السلطة التنفيذية في ليبيا برأيك؟ من خلال التقييم التي اطلعت عليها ومن الواضح بان الشخصيات تم اختيارها بعنايه، من الممكن ان تحدث التسويه والكمبرومايز، هناك صوت من الجنوب يذهب في اتجاه التسويه وهو صادق ايضا في الغرب وكذلك في الشرق الليبي، اذا اتصور بان قبل اسبوعين وهم عندهم اجتماع تقريبا بعد بكره الاربعاء سوف تكون الصورة واضحة ومتبلورة في إيجاد تسوية حول كيفية الاختيار للرئاسي والسلطة التنفيذية حتى موضوع النسب، وبالتالي سوف ينتقل موضوع اللجنة الاستشارية بالتوافقات التي حصلت فيها إلى 75. لا ننسى السيدة رغدة بأن كلام السيدة ستيفاني ويليامز الأخير وهو التلويح بأن إذا تعثر الليبيين أو أضاعوا هذه الفرصة من المحتمل أن يكون هناك فرض لهذه التسوية من قبل الأمم المتحدة وخياراتها التي من الممكن أن تراها هي التي تقود إلى التسوية الحقيقية. إذا موضوع التلويح وموضوع الضغط عليهم هو قد يكون يسهل عملية التسوية في اللجنة الاستشارية وممكن الذهاب إلى 75 بها بإذن الله. طيب أعود لسيد محمد شبار كذلك، التشكيلة الجديدة 18 عضو في هذه اللجنة، هل ممكن هو سبب في تسهيل أو في الدفع نحو اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا؟ طبعا يعني السيدة ستيفاني ويليامز يعني حددت اختصاص هذه اللجنة والهدف منه هو تدليل الصعاب التي واجهت مسألة التوافق على آلية الترشح وآلية اختيار السلطة التنفيذية. أعتقد أن هذه اللجنة ستقدم مقترحات هي غايتها يوم الأربعاء وسيتم مناقشة كل المقترحات المقدمة التي حقيقة يعني تم تقديمها في السابق، يعني أكثر من 12 مقترح تم تقديمها، وأثناء التصويت طبعا يعني فقط مقترحين هما المقترح الثاني والثالث، وهناك أيضا من خلال الأعضاء اللجنة 75 هو مسألة يعني تقليل نسبة 75% بمسألة اختيار السلطة التنفيذية، وهذا أعتقد أنه هو الشرط ربما من الشروط القاسية التي يعني تم التوافق عليها صحيح في الجلسات منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس منذ البداية، ولكن هناك الحقيقة أصوات أخرى قدرت بأكثر من 66 تقريبا أو 65% من لجنة الحوار السياسي بمسألة تقليل هذه النسبة، هذا أعتقد أنه هو سيتم مناقشته أيضا يوم الأربعاء، وأيضا آلية الترشح وكذلك آلية اختيار السلطة التنفيذية. أعتقد أننا سنمر سريعا إلى مسألة التوافق ربما تكون في جلسة يوم الأربعاء القادم، بعدها أعتقد أن هناك يعني جلسة ستكون هذه الجلسة جلسة مباشرة للجنة 75 سيتم من خلالها طبعا اختيار السلطة التنفيذية بشقيها سواء كان رئيس ونائبي المجلس الرئاسي وأيضا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، هذا هو أعتقد الخارطة التي تحت
تعمل عليها بعثة الأمم المتحدة، وهذا ما يدعمه المجتمع الدولي خصوصا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. أعتقد اليوم يجب أن نتحدث على ربما المرحلة القادمة، وهناك حديث حتى من المجموعة الدولية حول مسألة أن الملف فيما يتعلق الملف السياسي في ليبيا قفل بشكل كبير، وهناك إجماع حول مسألة دعم حكومة الوحدة الوطنية القادمة. علينا أن نهيئ أنفسنا ونهيئ أيضا الشعب الليبي للمرحلة الاقتصادية القادمة التي ستنهض بليبيا وستجعل من ليبيا وتجعل من الليبيين بالفعل ينعمون بالموارد التي حباهم بها يعني منذ زمن طويل، ونتيجة طبعا للصراعات الدولية التي حدثت طيلة فترة السنوات الماضية هي التي أخرت الانطلاق ليبيا وأخرت أيضا المشروع الاقتصادي. وأعتقد أن كل الدول الراغبة في مسألة إعادة وبناء وإعمار ليبيا الفرصة مهيئة بشكل واضح وكبير، وهذه فرصة ربما سانحة لمسألة تغيير وجهات كل الدول خصوصا التي تدخلت بشكل سلبي في الملف الليبي طيلة فترة 9 سنوات الماضية. الفرصة مواتية من أجل بالفعل أن تكون علاقاتها مع الدولة الليبية وفق سيادة ليبيا ووفق أيضا وحدة أراضيها. نعم. أذهب لسيد الشركسي كذلك. سيد الشركسي، هناك أمر ربما في هذه اللجنة أن تصل لقرارات لحل الأزمة الحالية وحل الملفات العالقة من قبل ملتقى الحوار السياسي. هذه اللجنة الاستشارية المصغرة الآن إلى 18 عضو، هذا التقليص لعدد أعضاء الحوار ربما هل هو بسبب أن تكون الدائرة أضيق فيكون الحل يكون نكون أقرب حتى إلى الحل بهذا الشكل؟ ما فيش صوت سيد أحمد. سيد أحمد في مشكلة؟ الآن واضح، تفضل. كل 3 أشخاص اختاروا شخص بحيث أن تفكك المشكلة ويتم النقاش عبر عدد قليل، ويتم يعني انت تعرفي لما يكون الموضوع يتحدث فيه 75 شخص مش كيف ما يتحدث فيه 18 شخص. إمكانية احتواء الموضوع، إمكانية تفكيك المشكلة، إمكانية الحديث بصراحة هي تتم عبر ال 18 شخص اكثر من ال 75. نعم. كيف ما اخبرتك ان ال 18 هو من انعكاس ال 75. طيب هناك اجتماع مباشر سيجمع ال 18 عضو، هل قررتم ذلك أو قرر ذلك؟ هو نحن طلبنا اليوم بشكل مباشر من السيدة ستيفاني أن هي تعمل على ذلك، لأن مهما كان تقنية الزوم هي غير جيدة فيما يتعلق بعقد تسوية، دائما التسوية تحتاج إلى لقاء مباشر. فنحن ممكن يكون لدينا 2 أو 3 أو 4 حد أقصى عبر الزوم، ثم سيكون لقاء مباشر. يعني البعثة أخبرونا أنهم من الأسبوع القادم سيشتغلون على هذا الموضوع. يعني حدد موعد لهذا ولا مازال للترتيب؟ لا لم يحدد، ولكن الموضوع يتعلق باللوجستيات في اعتقادي وليس بقرار، وإلا كان هناك حالة شبه اتفاق ما بين أعضاء اللجنة الاستشارية بضرورة عقد لقاء مباشر كما أخبرتك. يعني لدينا تصور أن التسوية تكون عبر لقاء مباشر. نعم. طيب ماذا عن إلزامي، يعني ما يخرج الآن عن اللجنة الاستشارية، هل أنتم ستذهبون به إلى باقي ملتقى الحوار أو أنتم من يقدمه إلى البعثة؟ نحن كيف ما أخبرتك أستاذة رغدة أننا يعني لدينا عدة مقترحات ستناقش في الجلسة القادمة. هناك من الأعضاء من يقول لابد أن القرارات يكون فيها نوع من الإلزام، وإلا ما فائدة اللجنة الاستشارية إذ كانت هي مجرد أن هي ستناقش بعض الإشكال وترجع من جديد للقاعة، ستواجه نفس الانسداد. فبما أن كل عضو معنا هو يعني تم تفويضه من 3 من أصدقاء أو من 3 من كتلته، فبالتالي لابد أن القرارات يكون فيها نوع من الإلزام إلى حد ما، لابد أن تخرج هذه اللجنة بقرارات. اتفقتم أن تكون القرارات ملزمة؟ واستشارة. يعني اتفقتم أن تكون القرارات ملزمة؟ لا لم نتفق. نحن سنفصل في الموضوع في الجلسة القادمة اللي هي بعد بكرة إن شاء الله.
واضح واضح. سأعود لسيد فيصل البرايقة أيضا. سيد فيصل، الآن أريد سؤالك عن مسألة، بما أننا نحن فتحنا حتى موضوع المرتزقة في بداية هذه الحلقة، كيف ممكن اللجان القانونية داخل الملتقى والاستشارية والعمل على المسار السياسي كذلك المنطلق من الحوار أن تعمل على هذا الحوار وتعمل على خطوات تشكيل حكومة وتشكيل مجلس جديد وظروف على الأرض ما زالت تحتك من القوة والسلاح؟ سيد فيصل، أنا طيب أعيد لك من جديد إن لم تكن تستمع إلى ما سألتك إياه. سيد فيصل، نعم، نعيد لك مرة ثانية السؤال. نعم يريد أن طيب. حصل غير طيب، كنت نسأل فيك كيف ممكن اللجان القانونية واللجان الاستشارية المنطلقة من الحوار الآن أن تعمل على خطوات حل المشكل الليبي وخطوات تشكيل الحكومة وتشكيل مجلس جديد كذلك، في حين أن الظروف على الأرض ما زالت تحتكم للقوة وتحتكم للسلاح أيضا؟ نعم أستاذ رغدة، طبعا المشكلة الليبية بصفة عامة منذ مؤتمر برلين في يناير 2019 جرى الاتفاق على تفكيك هذه الأزمة، وتصور بأن نجح فيها الأمم المتحدة من حيث عملية التفكيك. رأينا المسار في المغرب، تحدث عن 7 مناطق هي محدودة تم إنجاز التوافق والتفاهم فيها. رأينا المسار العسكري حصل فيه التفاهم إلى حد كبير، بل وصل فيه إلى حد وقف إطلاق النار. رأينا المسار، ولكن المسار الآخر هو المسار التنفيذي، ولا أخفيك سرا بأن هو الذي يتول عمل هذه القرارات، لأن هذه السلطة التي سوف تتحكم وتطلب من مجلس الأمن، وهذا من خلال المعلومات حصلنا عليها من مجلس الأمن، إخراج كافة هذه القوى الأجنبية. ورأينا أيضا المسار الدستوري، ولأن سوف يتوازن بالعمل مع هذه المسارات. رأينا المطالبة ب50 مليون دينار ليبي، ورأينا عملية التسهيل، ورأينا العمل الجاد الذي يقوم به السيد عماد السائح، إلى درجة بأنه استعان بخبرات دولية صادقة وجادة لإنجاز القوانين الانتخابات وأيضا الورقة الدستورية. بل الأمر مضى بعيدا في عملية النظر إلى الورقة الدستورية، هل ممكن أن نذهب إلى مشروع الدستور الذي لم يحصل التوافق عليه، أو هل من ممكن أن نذهب إلى دستور الاستقلال وهناك مطالبين به في هذه اللجنة؟ إذن جملة من المسارات، ولكن أهمها هو المسار التنفيذي لرئاسة الدولة من خلال هذا الرئاسة الجديد، وأيضا الحكومة سوف تهيئ البيئة لعملية الانتخابات، لأن لا يمكن حصول عملية انتخابات دون توحيد هذه المؤسسات. وأيضا هناك شظف من العيش، وهناك الإرهاق، وهناك التعب، وهناك المعاناة في حياة المواطن الليبي. من الصعب أن تطلب منه الممارسة لعملية الانتخابات وهو شعب لم يتمرس في هذه التجربة، إلا قرابة حوالي 3 مرات في ظرف حوالي 7 سنوات أو 6 سنوات. ولكن ما أراه بأن المسار الخاص باللجنة الاستشارية هو سوف يمضي إلى عمليات التسوية، هذا أكيد، ولكن تبقى عملية الإلزام من خلال السيدة ستيفاني، وأرى فيها بأنها لديها إمكانية في إيجاد هذه التسوية. نعم. طيب سأذهب للسيد شبار أيضا. سيد شبار، بالنسبة لي الآن اللجان القانونية والاستشارية والمسارات السياسية والعسكرية كذلك، كيف ممكن أن تكون قراراتها ملزمة وعاملة في ليبيا في وضع الآن ما زال يحتكم للسلاح وما زالت تندلع أكثر المواجهات أو حتى تزداد ربما التحشيدات العسكرية في ليبيا؟ طبعا مسألة الحديث عن التحشيدات العسكرية هذا أعتقد أنه هو متوقف بشكل واضح وكبير. هناك إجماع دولي حول مسألة وقف دائم لإطلاق النار، وأيضا هناك مشروع ستعمل عليه حكومة الوحدة الوطنية، أهمه هو جمع السلاح المنتشر، لأنه لا يمكن بشكل من الأشكال الدخول إلى عملية انتخابية في ظل وجود كل هذه الأسلحة المنتشرة يعني في كل المدن الليبية. هذا جانب. الجانب الآخر وهو الأمر المتعلق بسرداد الأموال المسروقة، فلا يمكن
بشكل من الأشكال أيضا أن يعني تدار عملية سياسية أو عملية انتخابية في ظل وجود مال فاسد، لأن بالتأكيد هذا المال الفاسد سيشتري ذمم الناس، وتصبح يعني بهذه الطريقة تصبح العملية الانتخابية هي عبارة عن عملية عبثية لا تعبر عن إرادة الشعب ولا تعبر عن إرادة الناس الذي تطالب بها كل شرائح المجتمع الليبي. إذن هناك خطوتين مهمتين ستعمل عليهما حكومة الوحدة الوطنية القادمة، وهذا أعتقد أن هناك إجماع دولي بشكل واضح وكبير جدا، وأعتقد أن ما عملت عليه مبادرة القوى الوطنية الليبية منذ البداية هو مسألة تقديم هذا المقترح للمجموعة الدولية، وأصبح الآن الحقيقة هو الخارطة السياسية التي تعمل بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. كل هذه المسارات هي مسارات مهمة، مسارات تؤكد على صناعة بيئة جيدة لانطلاق حكومة الوحدة الوطنية القادمة، وهناك يعني إجماع دولي بمسألة تقديم المساعدة والدعم الكافي لتطبيق كل هذه المسارات. هذه المسارات اليوم وهذا الحوار التفاوضي يختلف جذريا عن كل الحوارات السابقة، سواء كان يعني أخيرا من الصخيرات وحتى كل المسارات أو الحوارات الأخرى التي أدت إلى الحقيقة إلى كل هذه الصراعات الدموية التي أدت إلى كل هذا الخراب وكل هذا الدمار، والذي يعني للأسف الشديد راح ضحية كثير من الشباب الليبي، وضحية أيضا كثير من الأطفال والنساء والمدنيين. اليوم نحن نقف فقط على أيام قليلة جدا للإعلان على الحل الدائم والشامل، والإعلان على حكومة وحدة وطنية ورئيس ونائبين للمجلس الرئاسي. وأعتقد أن هناك دعم واضح دولي، وعلى سواء كان على مستوى دول دائمة العضوية في مجلس الأمن أو حتى من خلال الأطر القانونية التي تعمل بها الأمم المتحدة، وهي البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأعتقد أن هناك زخم شعبي كبير يؤيد كل هذه المسارات، ويؤيد أيضا كل النتائج التي سيصل إليها منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس. نعم. نشكرك جزيل الشكر سيد محمد شوبر، المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، كنت معنا في هذا المساء للحديث عن هذه المحاور في هذه الحلقة. أعود لسيد فيصل برايقة كذلك. سيد فيصل، بالنسبة للآن قرار إنشاء اللجنة الاستشارية، وكذلك أمامها الآن أسبوعين حتى الوصول إلى حل أيضا، برأيك هذه اللجنة في منطقة الحوار السياسي هل هي تمديد وإرجاء للحل أم تسريع لخطاه برأيك؟ لا بالتأكيد أستاذ رغدة، هو عملية تسريع للحل، وهو عملية اختصار لعدد 75، وبالتالي الحديث هو التفاوض والتفاهم هو أقرب. علمت بأن هناك سوف تكون جلسة وهو للتواصل المباشر لحدوث عملية التسوية بشكل مباشر، ولكن البحث تقريبا ما زالت يعني كما يقال حائرة في المكان الذي سوف يتم التواصل فيه بشكل مباشر. نعم. لكن هناك عدة خيارات لإنجاز هذا الموضوع. أستاذ رغدة، في عجالة البيئة التي كانت في 2019 من بيئة الاقتراب، وأيضا عدم وجود للتسوية، وأيضا الدول الإقليمية التي كانت لا تدفع في هذا المجال، أتصور بأن هذا البيئة الإقليمية ومن دول الجوار هي الآن تدعم في مسار التسوية. رأينا الأخوة في جمهورية مصر العربية من قيادات في وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، وأيضا من جهاز المخابرات العامة المصرية وهو المنط به الملف الليبي، رأيناهم في طرابلس. هناك الحديث يوم الأمس بأن هناك وفد من رجال الأعمال من الغرب الليبي ومن طرابلس، هم سوف يكونون في جمهورية مصر العربية في فبراير القادم. إذن الأمر بالكامل يشي بأن هناك التسوية، ولا شك بأن التسوية التي حصلت الليلة ما بين المملكة العربية السعودية وقطر، والتي سوف يتم تتويجها غدا بحضور المستشار الرئيس ترامب كوشنير في قمة المعلة، هذه تدفع في اتجاه التسوية، لأن الدول الإقليمية المنخرطة من دول البترول دولار من الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية
سوف يحصل عملية التبريد داخل ليبيا هي كلها. وهذا أريد أن أسألك فيه حتى سيد فيصل، مسألة المصالحة أو بوادر المصالحة الخليجية ما نراه اليوم، كيف ستنعكس على ليبيا؟ بالتأكيد عمليات الدعم التي تدفع في اتجاه عملية عدم التسوية في ليبيا، ليبيا تعتبر الأزمة امتداد إلى دول الخليج، وهي التي تعتبر امتداد لدول دولية فاعلة. الإمارات تدفع في اتجاه المشروع مجلس النواب، وأيضا دعم للقوات المسلحة، وكذلك قطر التي سلمت الملف للأتراك. السعودية العربية كانت دائما في اتجاه القوات المسلحة ومجلس النواب، ولكن عملية التسوية فيما بينهم هذا سوف ينعكس في عدة أماكن فيها صراعات وامتداد لهم. بالتأكيد ليبيا تعتبر من أهم البؤر التي شهدت هذا الصراع النازف. أيضا الصراع في اليمن، اليوم شاهدنا الحديث عن اليمن، وبالتالي القطريين كان لهم دور مع الإيرانيين في عملية دعم الحوثيين، والسعوديين بالمناسبة كانوا أشد ضراوة وافقوا عملية التحالف العربي. إذا جملة من المناطق سوف يحصل فيها عملية التبريد أو صب الماء على النار، وتدفع في اتجاه عملية التسوية. نعم. ويبقى هناك تحديات كبرى أمام دول الخليج، وأيضا ليبيا لديها تحديات حتى في قضايا أعماق من حوث من حيث إعادة ترميم الاقتصاد، إعادة ترميم النسيج الاجتماعي، أيضا إطلاق العملية السياسية في اتجاه تسوية دائمة وشاملة من خلال انتخابات ديسمبر 2021 بإذن الله. نشكرك جزيل الشكر سيد فيصل بوراقة المحلل السياسي، شكرا لك على وجودك معنا في حلقة الليلة من هذا المساء. أعود لسيد أحمد الشركسي كذلك. سيد أحمد، من جديد نسألك اليوم عن طريقة أو عن تشكيل هذه اللجنة اليوم في ملتقى الحوار السياسي، هل هي تمديد وإرجاء للحل كما نرى في الفترة اللي فاتت، أو هو تسريع لخطى الحل السياسي وإيجاد الحل السياسي للأزمة الليبية؟ استاذ هو موضوع اللجنه لتسريع الحل، هي لجنه ستقوم بالتحفيز والتسريع فيما ويعني وخلق حلول حقيقيه جذريه فيما يتعلق بموضوع الانسدادات التي حصلت داخل الملتقى. فبالعكس هي لجنه للتسريع، وحتى المده الزمنيه بتاعها مده زمنيه قصيره. انا اعتقد ان قبل الأسبوعين سيكون هناك مخرجات، وسنرى يعني سرعة فيما يتعلق حتى بتكليف السلطة التنفيذية الجديدة. نعم. طيب، في أمر آخر كذلك، بس آخر شيء هذا سألته حتى للسيد فيصل الآن، لأننا تطرقنا إلى مسألة المصالحة الخليجية وبوادر المصالحة الخليجية ممكن تكون في القمة الخليجية في الغد، ربما بدأناها بقطر والسعودية من قبل ساعة من هذا البرنامج اليوم. هذه المصالحة برأيك وحتى قراءتك كيف هتنعكس على ليبيا الآن من ناحية الإمارات وقطر وكل أدوار هذه الدول في ليبيا؟ والله هو خليني نقول لك، لو المصالحة هذه كانت من 3-4 سنين كنا نعتقد أن هي حيكون لها انعكاس إيجابي جدا فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، لما كانت قطر منخرطة في الملف الليبي كما بما أن الإمارات منخرطة. ولكن الإشكال اليوم الانخراط هو انخراط روسي تركي وليس إماراتي قطري. الإمارات تدعم طرف صحيح، ولكن ليس بالقوة التي يتواجد بها الروس. فيعني نتمنى أن هذا يعني نتمنى أن يكون في حالة من السلام في المنطقة بالكامل. حالة السلام في المنطقة بالكامل قد تنعكس جزئيا على ليبيا، ولكن ليست بشكل كبير، لأن من يهيمنون الآن أو موجودين على الأرض ولديهم مرتزقة هم الأتراك والروس وليس الإماراتيين والقطريين. نعم. طيب، آخر أمر سيد أحمد، اليوم الاجتماع القادم متى سيكون، وهل هناك خطط هتكون موضوعة أمامكم للمضي فيها؟ كما أخبرتك سلفا أن الاجتماع السابق الاجتماع القادم سيكون يوم الأربعاء بعد بكرة بإذن الله. هل ستخرج عنا قرارات حاسمة أو ملزمة؟ نعم، فيما يتعلق بصلاحيات اللجنة، اللائحة الداخلية لها، آلية اتخاذ القرار فيها، أكيد بالطبع.
نعم. إذا أشكرك جزيل الشكر سيد أحمد الشركسي الناشط السياسي وعضو الملتقى الحوار السياسي وكذلك عضو اللجنة الاستشارية الآن التابعة لملتقى الحوار السياسي، كنت معنا من بنغازي. كذلك أشكر سيد فيصل بوراغ المحلل السياسي والسيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان اللي كان معنا في بداية هذه الحلقة للحديث عن المرتزقة السوريين الموجودين في طرابلس تحديدا. كذلك أشكر سيد محمد شوبار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، تحدثنا اليوم معكم مشاهدينا عن المرتزقة السوريين الموجودين في طرابلس وهذه المظاهرات التي أو الفيديو المتداول عن احتجاجات لهم بسبب المرتبات المتأخرة عليهم، كذلك عن المشهد الأمني أيضا في مدينة هون والتي دخلت في العصيان المدني لليوم الثالث على التوالي بسبب قتل مرتزق ليبي هنا. كذلك تحدثنا معكم مشاهدينا عن تشكيل لجنة استشارية جديدة للملتقى ملتقى الحوار السياسي والتي من المفترض أن تختار السلطة التنفيذية، مفترض أن تخرج كذلك بحلول وأن تسرع في خطى الحل السياسي في ليبيا. شكرا لكم مشاهدينا ودمتم في رعاية الله. مع السلامة.